كده والله اعلم ان النادي الاهلي بيخوف. لا هو مش يظهر، هو اكيد بيخوف. بص اقول لك على حاجه، معنى ان النادي الاهلي يعلن او ينوه ان هو ممكن ينسحب من بطوله زي البطوله اللي معموله الجديده اللي هي تاني سنه تتلعب دي، اللي هي السوبر المصري المعدل ده اللي هو الاربع فرق، تمام؟ عندك شركات الامارات او الشركه الراعيه في الامارات اللي بتجيب البطوله دي عندها في الامارات عشان تتلعب، هم جايبين عشان شعبيه النادي الاهلي، تمام؟ لما حبوا يزودوا شويه في المبيعات ويزودوا شويه في الدعايه والكلام ده، دخلوا نادي وقال لك نادي زي نادي الزمالك، لان هو ليه شعبيه طبعا في على مستوى الوطن العربي كله، شعبيه كبيره، شعبيه محترمه، فوجوده في البطوله يفرق في نسب الربح بتاعت البطوله، تمام؟ فعشان كده قال لك هو جاي بالكارت الذهبي. لكن تعالى اتكلم بقى على العنصر الاقوى اللي بسببه البطوله دي اتعملت هناك اصلا، وهو النادي الاهلي. لما تيجي او يجي النادي الاهلي وينوه ان هو هينسحب من البطوله عشان خاطر مواعيد الماتشات ومواعيد البطوله، طب وفي ارتباطات دوليه مع المنتخب، اللعيبه هتبقى موجوده، طب احنا عندنا ماتش اصلا لما نرجع، وبعد كده هنخش بقى في قصه الانتر كونتيننتال ماتش مع العين الاماراتي او اوكلاند سيتي الماتش، بس ان شاء الله العين الاماراتي اللي يكسب يعني. ففي ارتباطات مع الفريق، في ارتباطات في مواعيد معينه ماتشات مع الفريق. طيب انت دلوقتي لما هتعمل لي الماتش يوم 18، طب انا اصلا المنتخب عنده ماتش يوم 15، تمام، بره ارضه، هيرجعوا تاني يوم 16، طب اللعيبه دي هتيجي امتى وهيبداوا يسافروا امتى وعمال ما يسافروا هيلعبوا امتى؟ ففي مشكله. مارسيل كولر تمام بدا ان هو يتكلم اصلا مع الاداره، قال لهم المواعيد دي ما تنفعش. من هنا بدا ان النادي الاهلي تمام يطلع ويقول ان احنا ممكن ننسحب، ممكن ما نلعبش عشان خاطر المواعيد، عشان خاطر اصلا كمان انت ما بعتليش اللائحه بتاعت البطوله، كل الكلام ده. في تقارير بقى صحفيه اماراتيه النهارده اكدت ان الطريق، ان السوبر المصري اللي هيتلعب في دوله الامارات في طريقه للتاجيل، في طريقه للتاجيل. ليه؟ قال لك طبعا مش هيقول لك السبب الرئيسي ان النادي الاهلي اعلن ان هو ممكن ينسحب وكده، لا، قال لك عشان خاطر الماتش او البطوله تبدا يوم 18 والمنتخب عنده ارتباطات دوليه، تمام، يوم 15، عنده ماتش يوم 15، فبالتالي مش هينفع ان احنا ان اللعيبه تيجي يوم 16 وبعد كده يبداوا ان هم يعني مش هيريحوا اصلا، وبعد كده قدامهم سفر، وبعد كده يجوا يعينوا بقى الملاعب اللي هيتمرنوا عليها ويلعبوا عليها وعمال ما يرتاحوا من السفر وينزلوا تدريب، طب هيريحوا يوم واحد وبعد كده ينزلوا الملعب. فقال لك ان البطوله دي كده ايه شكلها بقى، شكلها فيستك يعني، تمام. فالحل الامثل ايه؟ ان احنا ناجلها، ناجلها لانت بقى لسه ما علموش الميعاد بتاعها،